مشاهدينا يا هلا فيكم مرة ثانية إلى عالم الديكور والتصميم الداخلي. عندما يحصل الطلبة على فرصة لعرض إبداعاتهم للجمهور للمرة الأولى يعتبر ذلك بمثابة تجربة جديدة يستمر تأثيرها عليهم إلى الأبد. طبعا جامعة المملكة أقامت معرضا لطلابها ليعرضوا على الجمهور مشاريعهم للتصميم الداخلي. بنشوف خلونا نشوف التقرير التالي وبراجعين مع ضيوفنا مشاهدينا. الحدث هذا في الحقيقة حدث سنوي عبارة عن معرض للانتيريال ديزاين، التصميم الداخلي. احنا عندنا قسم جديد صار له سنة واحدة فقط، فالطلاب هذه السنة يقدمون مشاريع في نهاية كل فصل دراسي. موضوع كان عن الأحجار الكريمة. خذيت الكونسبت مالي والفكرة من الكهف. حاولت أن أخلي هو الكهف طبعا هو مظلم، ولكن أنا حاولت أخليه بطريقة أن يكون في فتحات وإنارة. جاتني فكرة من شكل الكريستالة نفسها، شكل شيب المثلث، حاولت إني أخذه وأكرره في أكثر من شيء، في السيلينج، في الأرضية، في شكل المحل من برا، يعني الكسرات. أول شيء طلب من الدكتور نسوي محل في مودمول، وناخذ مثلا محل نسوي انترناشونال عالمي يكون. فانا اخترت محل فاشن سوري، يعني دروسس بصوتين سهرة. وخذينا مني نبتدي احنا بالكونسبت، عندنا كونسبت بورد، في شيء اسمه كونسبت بورد. فبدينا في الكونسبت، بديت كونسبت الفاشن، دورة حياة الفاشن حول الانسان شلون يرجع حق نفس النقطة. مشروعنا يتكلم عن انه سمول سبيس، معطينا مساحه ضيقه، وشلون توفر المساحه حق اهل البيت، شلون تخليهم يوفرون احتياجاتهم. عندنا احنا في المشروع 5 افراد في البيت، منهم الابو والام وولد وبنت، وبنت العم اللي هي بنيه معوقه، ماتوا امها وابوها في حادث وهي صارت اصابه دائمه. فحاولنا انه في المشروع، من خلال المشروع، انه نراعي احتياجاتهم. كنا نشتغل مادة انتيريور ديزاين، وكان التارجت مالنا ان شلون احنا نسوي شيء في سمول سبيس، وكل واحد يختار السيناريو ماله. طبعا السيناريو مالنا كان عائلة متكونة من 5 اشخاص. هو يعتمد على توزيع الاثاث، شلون يعني نتوزع الاثاث، شلون انه بيكون ترتيبهم، شكلهم، وفي نفس الوقت ان الالوان الفاتحه دائما تعطي يعني شعور بالمساحات، يعني تكبر المساحات. طبعا معنا في الاستوديو الاستاذ المساعد بقسم التصميم الداخلي بكليه الهندسه بجامعه المملكه الدكتور هشام المرصفاوي، والطالب المشارك ايضا في المعرض حمد شاكر. حياكم الله ويانا. اهلا وسهلا دكتور. بدايه حابين نعرف فكره هذا المعرض، ونبغي نعرف الفائده المرجوه منه ايضا. الحقيقه المعرض ده مش اول معرض، ده المعرض الثاني قسم التصميم الداخلي للسنه الثانيه على التوالي، واداره الجامعه على راسها الدكتور يوسف عبد الغفار بيدعموا وبيشاركوا وبيرعوا المعارض ديت. واحنا عندنا هدفين اساسيين. الهدف الاول هو طالب جامعه المملكه
الطالب جامعة المملكة نفسه لازم يشعر ان اعماله اللي بينتجها اثناء الفصل الدراسي مش فقط بيحتفظ بيها في ادراج الدكاتره او في مكاتبهم، ولكن بيكون عنده فرصه يطلع الاخرين عليهم، يعرض المشاريع ديت ويسمع على تعليقات الناس، يتفاعل معاهم ويكون هو سعيد. ده بيمثل حافز للطالب نفسه، بيمثل تنشيط ليه، بيمثل شيء هدف ان هو يشترك في المعرض القادم طول ما اعماله مميزه. الهدف الاخر والواضح جدا بالنسبه لنا هو الطالب اللي هينتقل من مرحله المدرسه لمرحله الجامعه، ده طالب مهم جدا بالنسبه لنا. تهيئه سوي لهم. تهيئه ودعوه ليهم. التصميم الداخلي هو تخصص معروف جدا على مستوى العالم، في منطقه الخليج الان في تطبيقات كثيره جدا ليه، واحنا بندعو الطالب اللي في المدرسه اللي رايح الجامعه بنعرفه التصميم الداخلي يعني ايه، مهامه يعني ايه، وفي نفس الوقت بندعوه اكيد بندعوه ان هو يلتحق بالتصميم الداخلي في جامعه المملكه عندنا، بنرد عليه الطلبه اللي عندنا اتعلموا ايه مننا، اتعلموا باي وسيله، اتعلموا باي طرق، ايه المشاريع اللي ممكن نطبقها معاهم، ايه حتى الادوات اللي بيستعملوها الطلبه، حتى البرامج اللي بيتعلموها علشان يكونوا على اعلى مستوى من الاعداد، سواء من ناحيه المفهوم والثقافه والمعرفه وكذلك من ناحيه المهاره، عشان يكونوا قادرين يروحوا سوق العمل يلاقي عمل ان شاء الله. طيب وما استفادة قسم يعني قسم التصميم الداخلي بهاي اللقاء المفتوح اللي بالجامعه تسوونه؟ اللقاء المفتوح ده الهدف الثالث اللي هو مهم جدا عندنا. يعني احنا شفنا في التقرير دلوقتي كمان دكتور محمد فاروق رئيس القسم موجود في المعرض، وانا اكون موجود، كل اساتذه كليه الهندسه يكونوا مشاركين علشان نسمع لتعليقات الناس، حتى اهالي الطلبه اللي موجودين، الطلبه الجداد اسئلتهم ايه. بندعو كمان ناس من سوق العمل، بندعو اكاديميين واساتذه من جامعات اخرى، ونسمع الفيدباك او التعليقات، الاسئله اللي بيطرحوها، عشان كل فتره بنعمل مراجعه لبرامجنا اللي بنقدمها، بنعمل مراجعه للمهارات اللي بنطلعها بيها الطالب. فبالتالي المعرض ده مهم للاتصال بالعالم الخارجي عشان نستوعب منه ونسمع منه ايه تعليقاتهم وايه ملاحظاتهم، وبالتالي نقدر نعمل تقدم دائم في برامجنا. نعم.